يعني تذكر مثلا الكلام اللي قاله مثلا يوسف زيدان انه المنطقة الوسطانية يتكلم عن نجد انها خارج يعني خارج تاريخ الحضارة، ليس لها حضارة. هل نحن فعلا ليس لنا تاريخ وليس لنا حضارة؟ لا، احنا المكان الوحيد في العالم اللي يوجد فيه اكثر لغات مكتوبة على الصخور واكثر كمية نقوش، اكثر من اي بلد اخر. اكثر عندنا من مصر 14 لغة. نعم، اكثر من مصر. اكثر من مصر، نعم. احنا عندنا 14 لغة، مصر فيها لغة واحدة الهيروغليفية، وهي خاصة بالكهنة والطبقة النخبوية. احنا الثموديين تجد لغاتهم الان على جميع الصخور في نجد وفي نجران. فلان باع على فلان جمل، وفلان اشترى من فلان، كانوا يتكلمون ويكتبون. تصور واحد يكتب على الصخر، يعني ليس على ورقة وقلم، متعلم اللغة ومتعلم الكتابة وبخط رائع أيضا وعلى صعوبة النقش. فكانت لغة عامة محكية، كانوا عندهم الحضارة من آلاف السنين. حتى البادية كيف طرد جمله، حتى جمالهم وخيولهم لها أسماء ويتغنون. يعني تاريخنا إلى وين يمتد احنا دكتور؟ احنا ايوه، هذا سؤال مهم. الان رسخ في الفكر الغربي والاثاري ان اول لغه محكيه ومكتوبه هي لغه السومريين، وان اول حضاره في العراق للسومريين، وهي اللغه المسماريه، وجاء بعدها اللغه الاشوريه واللغات اللي جت بعدها من الكلدانيين. لكن احنا في الجزيره العربيه وهي لغه واحده، احنا عندنا 14 لغة، الثمودية والمسندية 14 و13 انت 14 لغة. 14. نعم. 14 لغة كلها لغات، منها 12 لغة عربية قديمة أو قلم. طبعا الناس يقول لهجة، هي ليست لهجة، هي لغة لأنها مكتوبة قلم. هي ليست مثل اللغة السواحلية أو اللغة النوبية أو اللغة الجبالية أو اللغة المهرية، لغة تنطق ولا تكتب، لا، هي موجودة على الصخور. بل إننا الآن الحروف اللي نجدها في اللغات اللي موجودة عندنا من مسندية ومن نبطية ومن لحيانية ومن ددانية، نجدها هي الحروف اللي موجودة، الألف بائية هذه اللي موجودة على الصخور، نجدها في اللغات العالمية من حولنا من جميع دول العالم. حتى علامات الكمبيوتر، العلامة هذه الهاش موجودة، هي علامة من حرف من حروف المسند. كيف وصلت إلى هناك؟ حتى العلامة هذه اللي في علامة إكس بوسط خط اللي نستخدمه بلال الحسن، هي حرف من حروف المسند. طبعا أنا ليس مهمتي الآن معك في هذا الوقت القصير أحكي لك كيف انتقل هذا. إحنا إلين وصل؟ يعني لما نحكي إحنا كسعوديين تاريخنا وين يعني تاريخنا كسعوديين المفترض أنه نحكي عن هذا التاريخ إلى أين يمتد؟ ممتاز.